تاريخ الشبيبه الجديه في استضافه اخونا حميد عبدو لاعب سابق شباب جيجل مع صديق اخونا عماروش رشيد لاعب بلدي جيجل سابقا. اخونا حميد نشكرك على تلبيه الدعوه. شكرا خويا مصطفى على الاستضافه. اخونا حميد جينا نحكيو على مباراه اتحاد العاصمه شباب جيجل بملعب العقيد عميروش. سيتي مون برومي ماتش كوم افون سونت مع المدرب كمال مواس. مدرب كمال مواسا كنت نلعب في الميليو نورمال والدنيا في الماتش هذاك ديريكتومون جا عبدو هذيك كلي بون عطى لا فورماسيون فلان 1 2 3 4 عبدو ناف بون ما عجبنيش الحال على ليبوك مي ولعبت مام الله هضر معايا مواسا شافني بلي ما عجبنيش الحال هضر معايا صح لي قال لي شوف عبدو قال لي لعب الماتش كوم افون سونت قال لي دير تا بون ماتش دنتا لو ميريت يولي ليك دنتا لي كاليتي ودير تا موفي ماتش بكل كل مواساه هذا ومهبول حتى ما المسؤوليه على كل هذا الدنيا نحالي لا بريسيون نحالي التراكت هذاك الدنيا قال لي دا كان يعني ما دير تا بون ماتش وما لعبش مليح والدنيا حتى الممكن على بالو باللي لا بارتي تاعي نخدمها ميم افون سونتر ولا يلي ولا C'était mon premier match, c'était le meilleur match de la carrière, de ma carrière. هاي الحكايه. رغم ان الاتحاد العاصمه كان يسخر بلاعبين كدرواز قديوره. قديوره سوماتيا كانوا ما نشفاش عليهم مليح مي كانت لي سما تري غروند ايكيب كانت تلعب قباله يعني فريمون. عطينا تشكيل شبيب جيجل اللي دخلت المباراه هذيك. شبيب جيجل في المباراه هذيك كان بوطايان ماجد غارديان كان عمار مرابط عم عندي بون عمار مرابط لاكواشيت بوسكريا سويسي فلاتاك شكاتي محمد قدام مراد بوكاري نساسي من الساسي هادو الكثير من الجمهور يعتقد انك مسجل هدفين شكرا خويا مصطفى الحصول الحقيقة تاع المقابلة هذه الهدفين اللي تماركاو واحد ماركيتو دانا والدوزيام دعلي لاكواشيط ماركاه الحكاية كيفش برومي بيت حل سونتر من لا دروات برومي بوتو طلعت بالدماغ وحدي ماركيتو دانا نورمال دوزيام بيت حل سونتر خلا من لا دروات تات بلونجونت نتاعي راحت الدوزيام بوتو قدام لا تدخل كان لاكواشيط تما مكوبي لا بال كملها لداخل لو بيت هذا لو دوزيام بيت هذا يتماركا على لاكواشيط على ليبوك حطوا هاد حميد عبدو ومصح لي دو بيت هادو واحد هاد عبدو واحد لاكواشيط باسكو الجمهور كان يعتقد ان مسجل هدفين حميد عبدو باسكو على ليبوك في الكونترون دو تاع الهدف جو كروا ماشي الهدف او عندي داك الدنيا كوريسبوندون محمد بوراوي حط لي دو بوت حميد عبدو ومام اللي كانوا يتفرجوا في لوكس هذاك لا شافوا البالون كانت شافوها شغل دخلت عدات من لالين وهي ما عداتش من لالين لاكواشيط كملها الفون تاع لي فيني اليوم المهم الحين اليوم الشك اللغز على مسجل هدفين اللي خونا حميد عبدو عطانا من هو مسجل حقيقه سكي سكي كيف يقول سكي ابارتيان سيزار ريفيان سيزار مي تي تي اسوسي افيك لوبيت واي 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 اسوسي واي هاي الحكايه يا مصطفى ونشكروا على كل حال علي لاكواشيط على الله كارير تاعو على كل حال مي لو بوت هذا انا نعاودها باللي البيت الدوزيام بوت او تاع لاكواشيط كل ما نختموا الحوار هذا خونا رشيد كلمه على خونا حميد صديق مقرب لي صديق من دونفونس انا في 8 ans كي عرفنا بعضنا جوسكا بريزون اون دي فرير مي بول الله يرحمه كان يغلط فينا
بابي شفنا حميد ونورمال. بارك الله فيكم. فيك بارك الله. بارك الله فيكم. مصطفى خويا مصطفى يعطيك الصحة. ربي يحفظ الجهاز إن شاء الله. إن شاء الله. ويعطيك الصحة على نحيت هذا اللغز هذا هو هذا. بليزيور فوا يهضروا لي الناس ونهضر معاهم أنا. مي لو ميساج ما كينحكش. جيسبر دلو كينحك الميساج وكل واحد نعطيو له حقه. هيا مصطفى وشكرا بارك الله فيك. ما مع خونا بوزيد. وجمال شكرا صحة لك جميل جيجو يعطيك الصحة وشكرا صافي بليزير اخويا ولاكو بلد مازال ان شاء الله ان شاء الله كل جهاز ان شاء الله يعطيكم الصحة يعطيك الصحة انت ربي يعيشك مصطفى هايا